مرة أخرى أهلا بكم وإليكم التفاصيل. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اليوم فعاليات ختام مناورات رعد الشمال 2016 بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعدد من قيادات الدول العربية والإسلامية المشاركة، وذلك بمدينة الملك خالد العسكرية بمشاركة نحو 300 ألف عسكري من 14 دولة عربية وست دول إسلامية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين. سيادة اللواء، كيف ترى نتائج مناورات رعد الشمال؟ والله هو يعني نقدر نقول أن ليه نتائج سياسية، أهمها أنها بتظهر دعم مصر للسعودية ولدول الخليج والباقي الدول، وان في ثقه الاقليمي لمصر بيزيد يوم بعد يوم. النقطه الثانيه ان هذا التجمع من 20 دوله في تدريب مشترك عسكري بيظهر ان هناك توافق سياسي بين هذه الدول على يعني مهمه واضحه جدا وهي مكافحه الارهاب في المنطقه ووجود اطار امن اقليمي، ودي نقطه الحقيقه يعني جديده بالنسبه للمنطقه، ما تتوفر الإرادة السياسية أن يكون إطار أمن إقليمي يجمع هذه الدول لصيانة الأمن القومي في المنطقة بأيدي أبنائها. أعتقد أن دي أهم نقطة في الجانب السياسي. بالنسبة للجانب العسكري في دلالات كثيرة طبعا في الجانب العسكري، أهمها أن عدد الدول العربية المشاركة في التدريب 14 دولة عربية، وده في تقدير عدد يعني كويس جدا، إضافة إلى أن بره الدول العربية في 2 دولة أفريقية وأربعة دولة من آسيا، ومعنى كده أن ابتدت الدول العربية تخرج خارج نطاقها لتضم تحت مظلتها يعني دول أخرى في إطار تدريبات عسكرية مشتركة وانتقال خبرات، وهذا الأمر أمر جيد جدا جديد على المنطقة الحقيقة. نعم، بشكرك على الانضمام إلينا اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، شكرا لك. وأعود مرة أخرى للاستوديو وأرحب بضيفي الكريم دكتور صلاح صب الله عضو مجلس النواب. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك دكتور صلاح. هل تعتقد أن هذه المناورات مناورات رعد الشمال قد تكون بداية لتحالف أو تعاون عسكري عربي؟ بصي، هي أولا هي ليست المناورة الأولى على مدار تاريخ التعاون العربي العسكري. في عدد من المناورات اللي تمت وكانت بتتم على فكره في صحراء الخليج وفي صحراء السعوديه، انما هذه المناوره على فكره على وجه التحديد تتميز بالاتي بانها شبه حرب مصغره، يعني ليست مناوره بمشاركه بضع الاف من الجنود وعدد محدود من المركبات والدبابات والطائرات وخلافه. لا، دي مناوره على فكره شارك فيها عدد 300 ألف جندي مقاتل من 20 جيش لدولة ما بين عربية ودولة إسلامية، وعدد المشاركين 20 دولة 14 دولة عربية وست دول إسلامية. فالأداء بهذا الشكل وفي ظل هذه الآليات العسكرية اللي بتتحرك بيؤكد تماما ان احنا بنسطر رسالة جديدة للعالم الخارجي، مش العالم العربي بس، ان هي العرب قادرون على فعل مشترك مش كلام مشترك. احنا بنتحدث كثيرا وبنقول كلام كويس قوي، انما فعل مشترك انا متصور ان هذه المناورة بهذا الشكل هي بداية لفعل عربي عسكري مشترك من هدفه بقى داخليا محاربة الارهاب، هدفه خارجيا استعادة الترتيب الطبيعي للقوة العسكرية العربية. معظم الجيوش العربية اللي كانت مصنفة من ضمن افضل جيوش العالم اندثرت وتراجعت واتخذت ما بين التقسيم وما بين محاربة الكيانات الارهابية زي الجيش العراقي وزي الجيش السوري وزي الجيش الليبي. الان نحن امام تحدي رئيسي هو كيف يستعيد العرب توحدهم بعمل حقيقي على الارض. انا متصور ان هذه المناورة سطر اول في هذه الرسالة التي يجب ان يكتبها العرب جميعا.